وكأن التاريخ يكرر نفسه في السودان، فبعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس السوداني عمر البشير عام 1989 واستلم بعده دفة الحكم في البلاد، جاء وزير دفاعه اليوم ليطيح به بانقلاب يشبه ذاك إلى حد كبير. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي: أولا، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي ل2005. إذن فهو الخلاص مما جاء به البشير، وهذا ما عبرت عنه الكلمات التي بدأ وزير الدفاع السوداني فيها بيانه الانقلابي بشكل جلي: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذا. الوزير المنقلب، وبعد أن أعلن اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، أعلن حظر التجول لشهر وحالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وبدأ فترة انتقالية أمدها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، حيث تتولى القوات المسلحة خلال هذه الفترة بصورة أساسية مسؤولية إدارة الدولة. القرارات التي جاء بها الانقلاب في السودان، والتي يقول المنقلبون إنها جاءت عقب انعدام الفرص في تحسن الأوضاع في البلاد وسوء الإدارة والفساد في أجهزة الدولة منذ فترة طويلة، هذه القرارات لاقت رفضاً شعبياً كبيراً من المتظاهرين الذين واصلوا تظاهراتهم بوتيرة أشد. ليس هذا فحسب، بل دعا منظمو الاحتجاجات ضد نظام البشير في بيانات لهم رداً على بيان الجيش السودانيين للاعتصام بقوة أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم حتى يتحقق التغيير الشامل المنشود. تجمع المهنيين السودانيين الذي قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في البلاد قال في بيانه إن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج الوجوه والمؤسسات ذاتها التي ثار الشعب السوداني عليها، وشدد على أن من دمروا البلاد وقتلوا شعبها يسعون لسرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب في ثورته ضد الطغيان. كذلك وصف البيان الانقلاب بتمثيلية جديدة يؤديها وزير الدفاع للإبقاء على الدولة العميقة ولقتل أحلام السودانيين. وحتى يبزغ الفجر الذي ثار من أجله السودانيون، يبقى الرهان الأوحد والكبير في هذا البلد على صمود صيحات هؤلاء التي تعالت حتى هزت أركان النظام الذي جثم على أنفاسهم، فبات اقتلاعها بالنسبة لهم الأمل الكبير المنشود للتغيير.